مساكم الله بالخير جميعا في حلقة جديدة من برنامج فكر معانا، ومثل ما عودناكم كل يوم في مجمع، يمكن نكون على يمينكم ويمكن نكون على يساركم. سؤالكم يقول: يجيب دون أن يتكلم، فكر معانا. ودائما أجوبته صح، على حسب إذا دخلت الرقم صح يعطيك الإجابة الصح. يجيب دون أن يتكلم. يجيب دون أن يتكلم. أن يتكلم. نعم. يجيب دون أن يتكلم. المايك. الهاتف. الهاتف. كتاب. الهاتف. تليفون. الهاتف. لا. المايك. يجيب دون أن يتكلم. باحث الإلكتروني جوجل. قلم. كمبيوتر. يجيب قبل أن يتكلم. تتكلم وسيل هاتفه. اللوحات الارشاديه المروريه في الشارع مثلا، بتحط له السؤال بيجاوبك بدون ما يتكلم. دون ان يتكلم. الايميل ممكن، يعني يعطيك المعلومه من غير ما يتكلم. آلة الرد الالي، موبايل او الكمبيوتر. ما يتكلم بيجيب. طب اي هنت؟ طب اي روح يمين روح يسار، سرعه 80. الوقت. طب انت لما تستفسر عن رصيدك بالصراف الالي بيجاوبك بدون ما يتكلم. بل هو اقرب حاجه في دماغي القلم يعني. الاله الحاسبه. الاله الحاسبه. اجابه صحيحه، والف مبروك. واعطوني القالب. ربحت معانا قسيمه من منتجع البنان، وايضا ربحت معانا جائزه من فنادق سوق واقف، وجائزه من تركيانا للحلويات التركيه، وجائزة من سيلكور، ومن مركز أمازون الطبي، وأخيراً عطور من الجزيرة العطور. ألف مبروك، تستاهلون. تستاهلون. شكراً. شكراً. مع السلامة. ماء ليس من الأرض وليس من السماء. ماء ليس من السماء وليس من الأرض. نعم. أجن أجن. عيد. ماء ليس من الأرض وليس من السماء. سمك. الدموع. حيوان، نبات، إيش هو؟ أي شيء. عندك الإجابة. وأنا عايش. وأصلاً فين تقول يعني السؤال ماء ولا شيء غير الماء؟ يعني هو مش سمك؟ أعشاب المرجانية طيب؟ ماء ليس من السماء والأرض. سؤال فيه شوية كذا. ايه دقيقة. جيلي فيش. لؤلؤ. سلحفاة. سمك. يعني لا هو في الأرض ولا هو في السماء. نيل. دال. مال ورد. طحالب. شكلك تحب البحر. والله صايمة. ايش ممكن طيب؟ ولا ماء الوجه. ماي الوجه. لما حد يقول لك احفظ وجهك، احفظ ماي وجهك. مو بماي الورد؟ لا ماي الوجه. إجابة صحيحة، مبروك، ربحتي معنا جوائز قيمة، ربحتي معنا جائزة من العطور، الجزيرة العطور، ومركز أمازون الطبي، وداري للعبايات والشيلات، وباور هاوس جيم، وجائزة من سيلكور، وأخيرا ربحتي معنا جائزة من شوبان للشوكولا والتمور. الله يسلمك، شكرا، تستاهلين. السؤال يقول: شيء يدور حول الغرفة ولا يدخلها أبدا نهائيا مطلقا، فكر معانا. الدرايش مثلا ولا الباب؟ شيء يدور حول الغرفة ومستحيل إنه يدخلها. يدور حول الغرفة ولا يدخلها. أيوة. شيء يدور حول الغرفة ولا يدخلها. أيوة. بيدخلش جواها خالص. شيء معنوي ولا مادي؟ الضوء. الشمس نفسها ما تدخلش. الشمس. الشمس نفسها ما تدخلش، بس نور الشمس يدخل. ان شاء الله عقرب الساعة. الساعة لا ما تدخل. الساعة؟ نور الشمس يدخل. هي بتلف حوالين الغرفة. زين. الباب. ضوء حول الغرفة ولا يدخلها؟ ايوه. الضوء. الهواء. الباب مثلا. ان شاء
عقارب الساعة ممكن؟ واحد الحائط باب الغرفة الحائط الضوء الحائط الحائط ايش قلت؟ الحائط الهواء يعني مو معقول أنا كنت أقول الهواء بس مو معقول إنه الهواء ما بيدخلها لا شمس زين الضوء لو أنت الغرفة جميع مخارجها دايما تلاقي الضوء حولها كيف يعني؟ يعني الطوفة طلاء الحائط ممكن؟ طلاء الحائط طلاء الخارجي للحائط طلاء الخارجي للحائط ولا الحائط؟ الحائط نفسه الحائط ولا الطلاء الخارجي؟ لا الحائط نفسه تبتوا تبتوا هو الطلاء الخارجي للحائط يدور حولها أو يدخلها زين هو يقول طلاء وأنت تقول؟ الحائط أثبت عليك ولا عليه؟ شكل الاثنين غلط كل واحد لحاله أقول لك ألف مبروك ربحت معنا جوائز قيمة إجابتك صحيحة الحائط أعطوني القاري عطور من الجزيرة العطور وجائزة من داري للعبايات ومركز أمازون الطبي وباور هاوس جيم وسلكور وشوبان للشوكولا والتمور نقول لكم مبروك تستاهلون وانتم بصحة وسلامة الحائط الحائط هو الشيء الذي يدور حول الغرفة ولا يدخلها فكر معانا سؤالكم يقول طائر لا يطير مكون من 5 حروف غير النعامة طبعا وفكر معانا دجاجة دجاج من هو الطائر الذي لا يطير مكون من 5 أحرف؟ النعامي الطائر الذي لا يطير نعامي ما في خيارات بط الوز اللصوص مكون من 5 أحرف بطري الدجاجة أوكي. الصوص أوكي. النعامة صح البيضة النعامة البطريق الفرخ 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 الدجاج باء طاء راء يا طاء ديك داخل البيضة بيكون لسه بعده بطريق 5 حروف ايوه وتقولون اسئلتنا صعبة وقول لكم مبروك اجابة صحيحة واعطوني القاري ربحتي معانا جاهزة من داري للعبايات وأيضا ربحت معانا جائزة من منتجع البنانة وربحت معانا جائزة من مطعم وايت أوركس وجائزة من شوبان للشوكولا والتمور جائزة من مركز أمازون الطبي وجائزة من الجزيرة للعطور ألف مبروك وكل عام وانتم بخير الله يعافيك الله يسلمك ما زلنا في فقرة جرب معانا والتحدي كالآتي اللي لازم تسويه إنك تلعب طاولة تنس مع عمرك وتدخل كرة التنس في الباكت واللي جمع كور أكثر هو الفائز من حاب يجرب عندك 30 ثانية يلا اللي جمع كور أكثر 3-2-1 بسم الله اوكي اوكي يلا بداية حلو 1 يلا محسوبة لا ما تنحسب 10-9-8 تنحسب 6-5 اعلى نتيجة حاليا 2 المتسابق الاول بداية اوكي 1 بيد اوكي 2 3-2-1 خلص الوقت 5 كرات حلو المتسابق الثاني 5 أهداف حلو بس طولت خلاص اللي بعدها ايوه اوكي تنحسب يلا 1-3-2-1 كم نتيجتك 3 شكرا
واحد حلو، اثنين حلو، أربعة، ثلاثة، اثنين، يمين يسار، أوكي، برا، أوه، أوكي، واحد، أوه، عشرة، تسعة، سبعة، ستة، خمسة، طبعاً وصلنا حق آخر مشترك، وأعلى نتيجة عندنا 5 أهداف. عندك 30 ثانية من جنب الطاولة، فاهم التحدي؟ في أسئلة عندك؟ 3، 2، 1، بسم الله. أوكي، 1، أوكي، أوكي حلو، 10، 9، 8، آخر متسابق و4 أهداف، وعندنا على نتيجة 5، راعي ال5 أهداف يتفضل. ألف مبروك، تستاهل. أعلى نتيجة 5 أهداف، وما حد قدر يكسر الرقم، ونقول لك مبروك وعطوني القاري. تستاهل، حياك حياك. جائزة من الجزيرة العطور، مشجع صار عندك، وجائزة من سيليكو، وقسيمة من منتجع البنانة، وجائزة من مركز بلانت الطبي، وجائزة من شوبان للتمور والشوكولاه، وداري للعبايات والشيرات، وألف مبروك. آخر شيء ربحت معانا جائزة من إرادة سبا، تستاهل. فقرة جرب معانا، قصدي صيد معانا، مثل ما أنتم شايفين عندي سنارة وقلامة وغراش على الأرض. اللي لازم تسويه انك تدخل القلم داخل الغرشة، وطبعا اللي يحط قلام اكثر هو الفايز. وعندكم 45 ثانية. 45 ثانية، ومن حاب يجرب نقول بسم الله. اول هدف، اوكي حلو، شكلك صياد. اوكي، ثاني قلم حلو، شجعوا يا عم، يلا. 5، 4، 3، اعلى نتيجة عندنا 3 أهداف، 3 قلامة. اوكي، اول هدف، حتى الحين طلع الميدان. اوكي حلو، الوقت الوقت، 3، 2، 1، عندنا تعادل. يسار يمين، يمين يسار، يسار يمين، يمين، اوب اوب اوب، ايوه حلو. اول قلم 20 ثانية. اوكي، القلم الاول، اوكي، 15 ثانية، 4، 3، 2، 1، يلا 15 ثانية. اوكي، الاول حلو، 10، 9، اوه 7، هذه اول، اوكي، ها، وايد بطيئة، عدى نص الوقت، نص الوقت، اوكي، بداية موفقة سريعة الصراحة، 4، 3، 2، 1، مثل ما شفتوا 3 متسابقين تعادلوا، وكان أهدافهم 3 قلامة حق كل واحد، فالحين بتنافسون بعض، بنبتدي بأول واحد والثاني واحد، بننتهي معه إن شاء الله. وهذا القلم الأول، وين؟ شلون؟ عدت 20 أول قلم، حلو، 10، 9، 8، 7، عدت 10 ثواني،
اوكي اول قلم حلو اللي بعده 25 ثانية بيد واحدة الحين 2 1 خلص الوقت اوه بداية والله لحن ما خلصنا 5 ثواني اوكي وكان يصقعونها بعد اوكي 8 7 6 5 ألف مبروك تستاهلين نقول لكم حظنا وفر وعطوني القاري بس حاسبوا القراش نقول لك مبروك حياك تفضلي ربحتي معنا جوائز قيمة قسيمة من منتجع البنانة وجائزة من مركز أمازون الطبي وجائزة من سلكور تركيا للحلويات التركية وجائزة من فنادق سوق واقف وعطور من الجزيرة للعطور ألف مبروك تستاهلين شكرا وصلنا حق نهاية حلقة اليوم وباكر عندنا مسابقات أحلى وأسئلة أحلى وجوائزنا مثل ما هي بعد بالقاري وبجيكم وأشوفكم على خير. We'll be right back.